جابوا البكالوريا جابوا هادوك الغزلان جابوا. فرحة عارمة في بيت عائلة بن فرحات في مدينة تيارت، فقد حقق الابن نور الدين حلما جميلا راود الجميع بافتكاكه المرتبة الأولى في الولاية في امتحان شهادة البكالوريا. اولا احمد الله على توفيقي في هذا الامتحان بهذه النتيجة، والتي كانت اولى على المستوى الولائي بمعدل 18.27، وهذا يعود الى الطاقم التربوي وكذلك المجهودات المبذولة طوال المسار الدراسي. نور الدين منذ الصغر تاعو لاحظت التفوق تاعو، الذكاء تاعو، القدرة على الاستيعاب تاعو، كان يهتم بالتجارب العلمية وكنا نشجعوه. نور الدين الذي سبق له أن تألق في أولمبياد الرياضيات بحصوله على المرتبة الثانية وطنيا قبل عامين، ها هو يبرز مرة أخرى في البكالوريا العلمية ويتحدث عن سر نجاحه. كان تحضيري لهذه الشهادة منذ بداية طور الثانوي كان تركيزي منصب على كل ما نتلقاه من طرف الأساتذة، ونشكر الطاقم الإداري والتربوي وخاصة الأساتذة لثانوية حرش. التفوق في الرياضيات والفيزياء التي يدرسها والداه والفلسفة التي يحبها مع خليط من العلوم تؤهل نور الدين لأن يكون طاقة إبداعية يستفيد منها البلد.